رئيس تيار المرضى سليمان فرنجي لافت جدا بسلوك اذا بدك رئيس تيار المرضى يلي من بعد لقائه رئيس تيار وطن الحر جبران باسيل بوقتها سرب انه هو ضد التمديد، عاد وقال انه هو لا يمانع التمديد، ومن ثم يعني شفنا اذا بدك سلوك مغاير تماما لوزرائه بداخل جلسه مجلس الوزراء، بحيث انه غياب وزرائه هو كمان ادى الى تطيير هذه الجلسة ونقل الملف إلى مجلس النواب لمصلحة قائد الجيش لأنه القانون محصن أكثر. بدي أحكي بس عن هذا الموضوع وربطا بموقف المرضى من التعيينات المقبلة بالمجلس العسكري بداية العام المقبل. لا أنا بعتقد أنه صراحة ما عندي يعني الأسباب اللي خلت السيد سليمان فرنجي يعمل هذا التحول بالموقف، بس خلينا نقول صار في مبادرة من الطرفين كان فيها أكثر من وسيط حسب ما بعرف، يعني أبرزهم يعني أنا ما فت بالتفاصيل ما بعرف الأشخاص بس بعرف العناوين، أبرزهم كان بكركي يعني لعب الدور بهذا الموضوع، لأنه طبعا وأنا بتفهم ولازم نتفهم يعني موقف بكركي بهالمعنى وإصراره على هالموضوع، عدا عن شخص العماد جوزيف عون وثقته فيه وعلاقة البطريركية وتحديدا يعني غبطة البطرك معه والفاتيكان وغيره، في كمان أمر آخر يتعلق بمثل ما بقولوا آخر المواقع الموارن الأساسية الأولى في الدولة بعد قصة رياض سلامة وكيفية خروجه يعني المذل من المؤسسة وفرض عقوبات عليه بعدين من حلفائه السابقين، وفي موضوع رئاسة الجمهورية المغيبة، ضرب هذا الموقع المتبقي طبعا مع احترامنا الموقع الثالث اللي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، بس عم نحكي على المواقع اللي كانت تعتبر دائما انه هذه في العقل الباطني خليني اقول الماروني انه هاي قصه إلى رمزيه معينه، نعم. وانا مقدر هاي القصه ومحترمه يعني بالتفكير لانه كمان نحن موجود ببلد فيه تعدد ومكونات وغيرها، وبالتالي هودي صار في ادوار كثيره لجهه لاكثر من جهه، عم بحكي عناوين يعني ما بعرف كيف صارت الاليات ومين الاشخاص اللي راحوا واجوا، بس خلينا نرجع يعني جلسة التمديد أو تأجيل التسريح اللي كان مفترض أن تحصل في الحكومة، مش بس يعني السيد سليمان فرنجي ممكن يكون لعب دور فيها، بس كمان ما شفنا حماسة كبرى من الرئيس نجيب ميقاتي، كان دائما يعني يميل إلى أنه هذا الموضوع أن يقر في مجلس النواب كي يكون محصنا أكثر أولا بالمدة ومحصنا من الطعونات المحتملة. قبل ما يخلص وقتنا شو رح يصير هلأ بالمجلس العسكري، لأنه بعرف أنه حتى قائد الجيش يريد هذه التعيينات وجزء كبير من القوى السياسية تريد هذه التعيينات، اليوم المرضى كمان أصبح موقفه منفتح لجهة المشاركة في الحكومة، بعد ناطرين شو رح يصير بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع؟ صار في محاولة لم تنجح، نعم. لأنه دائما في مين بحركش بالأمور لتعطيلها ومعتبر أنه يعني هيدي آخر الدنيا، يعني هيدي تنازل كتير كبير أنه وزير الدفاع يعمل اقتراحات إلى مجلس الوزراء برئيس أركان وباستكمال تعيينات المجلس العسكري، باعتبار أنه الشيء الأساسي اللي كانوا عم بيركزوا عليه هو موضوع قائد الجيش وكانوا ميالين أو رايحين باتجاه التعيين بهالواقع القائم اليوم. بعتقد لازم يعني المفترض أن يبدي وزير الدفاع مرونة ما، لأنه إذا ما أبدأ مرونة حسب معطياتي سيقوم مجلس الوزراء على الأقل بتعيين رئيس للأركان، لأنه ما بصير كمان يعني أولا حسب ما بعرف في كتير من الأمور محتاجة لحركة اتصالات خارجية أوسع لتحصين الجيش ببعض الأمور، في دعوات عنده إياها قائد الجيش حسب ما عرفت أو سمعت أنه معطلة ووقفة بانتظار أنه يكون تعيين رئيس أركان يكون يقوم بهذا الدور، وفي مصلحة اليوم للمقاومة ولكل اللبنانيين بتحصين الجيش وتعزيز وضعه، لأنه
سقوط أي عنوان من هذه العناوين الثلاثة اللي منقول بشكل المعادلة الذهبية أو الماسية اللي هي جيش شعب مقاومة راح يعمل خلل بالتوازن بالداخل، خصوصا أنه معركتنا مع العدو ما زالت مفتوحة والنتائج بعدها غير نهائية. عشان هيك بعتقد رح يصير في حركة ما باتجاه على الأقل تعيين رئيس للأركان، حتى لو قوبل هذا التعيين بطعم، لأنه إذا بده يصير من دون اقتراح وزير الدفاع بده يصير بحسب الدراسة اللي عملتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويمكن الوزير بيصير يطعم. يطعم حدا بيمنعه يعني؟ لا، القانون بيسمح له. ايه؟ إذا نجح بهذا الطعن صحتين على قلبه، وإذا ما نجح بده يلتزم بالقانون أو بالنتائج. يعني اليوم تم التمديد لقائد الجيش بقانون بمجلس النواب، ما فيك تضل تتعاطى مع موضوع قائد الجيش أي جهة، مش بس عم بحكي على شخص النائب جبران باسيل، بس ما هو الوحيد. أي جهة بدها تتعاطى مع أنه القانون وفقا لأحكام الدستور أجازت التمديد لهذا الشخص إكس من الناس، برجع بقول في موقعه، بدك تتعاطى معه على أنه حالة قائمة، وما فيك حتى تقول طالما ما بت بهذا الأمر، ما فيك تقول أنه أنا ما بتعاطى أو وزير ما بخلي وزير الدفاع يتعاطى إيجابا مع قائد الجيش بالمرحلة المقبلة، لأنه محتاجين هاي العلاقة الإيجابية بين اثنين لوضع البلد وللمؤسسة. ما فيك تيجي تقول له ما تعمل شيء لنشوف نتائج المجلس الدستوري. نعم. شو راح يعمل إذا قدمنا طعن؟ بنفس الوقت فيما يعني رئيس الأركان بتضل ماشي المؤسسة، أنت قدمت طعن بتنطر النتيجة، إذا طلعت لصالحك صحتين على قلبك، إذا ما طلعت لصالحك بدك تحترم المؤسسات. بعد عندي دقيقة، بدي بس تفسر لي موقف حزب الله من مسألة التمديد لقائد الجيش، يعني ما فهمنا. يعني موقف هو حزب الله ضد قرر يقعد عشان موقف حزب الله قائم على المعادلة التالية، وأنا مسؤول عن كلامي وبدقة رح أقول الجملة. الحزب كان حريصا على استقرار المؤسسة العسكرية من خلال الحفاظ على قيادتها في المرحلة الحالية، وبنفس الوقت كان يرغب في عدم قطع هذا الخيط من العلاقة مع التيار الوطني الحر. حزب اشتغل وفق هاي المعادلة، ولازم نفهمه للحزب ليش ممكن يكون بعده عم بفكر بهاي المعادلة، على الأقل بالمدى المنظور أو بالمدى القائم اليوم على المستوى السياسي.